هلو جايز، معكم يوسف امجادي الملقب قابا بوي على واللاف باز. قابا بوي كان مسمينا على عمي، وفاش بديت نكبر بحال ورت شي نسميه، بدات شي ورت شي حاجه نورت تسميه قابا. ودي قابا مكنش نحمل، تعيروني بها بحال تبان بحال معيور وتعيروني بها. وكنت تحققت من كنت صغير من ديك السميه، من قررت ندخل هادشي ديال الفيديوهات هادي، حطيت سميه باش نبان انني هذيك السميه، هذيك السميه كنت تعيروني بها. وليت دابا تنفتخر بها وعادي مزيان، ما خلق عليا حتى مشكل. اول فيديو فقت مع الصباح، الوالده كانت تحط لي 24 باش ناخذ محراشه، كنت ناخذ محراشه بدرهم. ومع الوقت ما تدوز سيمانه وش لقى الربعه وتجمعوا بزاف. الصباح فقت ولقى عندي فلوس محراشه ودرهم، وهي تحط لي فرماج مع الخبز. وليت تنزيد ديك الدرهم تناخذ فرماج اخرى، واش ندير تنسرع الخبز بالفرماج. انا السعاده صافي، قلت نشعل الفيديو نبارطاجي فيهم هاد اللحظه اللي تنعيش. وفيديو صدق في تيك توك، صافي ما صدقتش موتيفيتش انا، وبديت نلوح فيديوهات اخرين. درت الانستغرام وبنادم عجبو البلا. ما كنتش نتوقع هاد الفيديوهات يضربوا الملايين، ولا كنت مامن براسي واحد النهار نوصل لهاد النيفو هذا ونتشهر. كيفاش نطلع الفيديو ديالي بزيرو درهم باش نطلعو ناضي؟ حيت نامن بواحد اللعيبه ديال ماشي مهم كاميرا، ومشي مهم هذوك اللي معاك باش ينجحوا الفيديو وتقدر تشب وحدك. اللي مهم هو هذوك اللي قدام كاميرا، لكن هذوك اللي قدام كاميرا نادي راه الفيديو يطلع نادي. دابا ولات السعاده المطلقه بالنسبه لي ملي نشوف شي واحد تنطلع معاه برا وتيتفرج فيديوهات ديالي وتقول لي تفوت عليا، باش نكون كاعي وتنتفرج فيديوهات ديالك تنفرح. هذه هي السعاده الحقيقيه ديال دابا. في الاول كنت ندير الفيديو على قبل الضحك، ولكن من اكتشفت ان عندي ولا بيبليك عندي بدا يكبر شوي، وليت باغي الضحك. وسط الضحك تكون القرايه، مشيت المقاطعه باغي نرد لهم باسبور. شحال من واحد عايش حتى هو شي صايب باسبور يقدر يدوز حياته كامله وما يمشي لا غربه لا والو، تيبقى الباسبور خاوي جدي. انا قلت لي علاش ما ترجعوش المقاطعه وتاخذ 500 درهم ديالك ودير شي مشروع تعيش بها خارج بلادك. شنو الحاجه اللي وقعت لي في التحديات؟ نيت حنا داوين على 2 درهم، ندوي على ديك 2 درهم ديال البنك اللي بغيت نسلفها. هذاك راه دخلت عندو سلفته عطاني، داز التحدي نادي. تنعس تمشي للدار شربين نعس مع 12 يصوني عليا التليفون، صحبت شي واحد فان عطاو النمره ولا شي لعيبه تجاوب تقول لي انا هو المول بنك المدير ديال البنك عيط عليا قال لي بايض عشينا هادي. قال لي لا فيش الضحك هادشي، وطالي معاه مشكل. قال لي محي الفيديو من انستغرام باج. قلت له مليوحه في فيسبوك، مليوحه في تيك توك، راه واخا محاها من عندي راه بنادم مليح. الهدف ديالي من الفيديوهات ديالي هو نوصل الناس الحياه ديالي كيفاش نعيشها كما هي، واخا فقير واخا ما المهم امكانيات ما كاينينش حتى حاجه معاونه، ولكن انا خالق السعاده الراتب. نوصل اي واحد بحالي انا، والدي ما عندهمش ما الفقر لونتوراج ديالو ما كاينش موتيفاسيون نهائيا يقدر يوصل.